الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمزارعين والمهتمين بالشؤون الزراعية وخصوصا الزراعات المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. بيشرفنا النهاردة أننا بسلكم فيديو جديد عن مصطلح يمكن ما فيش حد اتكلم عليه قبل كده كتير، ولكن هو اوريدي موجود في علم تغذية النبات، وهو الستارتر فيرتلايزرز أو الأسمدة البادئة. الأسمدة البادئة بمعنى إن أنا لما بزرع النبات جديد ما ينفعش إن أنا أضغط عليه بعناصر ممكن تؤدي إلى موت النبات، أو الجذور ما تتحملش الكمية العالية من الأسمدة دهيت، أو ممكن ما تتحملش الصور اللي عليها السماد ده هو. تمام؟ فالسماد البادي يا جماعة عايز بس أدخل في إن النبات زيه زي أي كائن حي، بمعنى برضو إن أنا لو في الحيوانات مثلا لما بينزل عند كتاكيت المزرعة زي ما كنا بندرس زمان في الإنتاج الحيواني في المواد الداخلة على التخصص، كان يقول لك إن لما يحصل تسمين للكتكوت الصغير بيبدأ معاه بعلايق أو كسبة معينة، وبعد كده أعلاف معينة، وبعد كده بعد 15-20 يوم بغير له حاجة بيسموها البادي وبيسموها الناهي. تمام؟ كذلك مثلا الحيوان لما بيتولد جديد بيقول لك والله أول حاجة لازم تعملها الطبيب البيطري أو المهندس المتخصص في الإنتاج الحيواني، يقول لك أول حاجة تعملها لازم العجل ده هو يرضع لبن سرسوب. تمام؟ لازم يرضع لبن سرسوب، لبن السرسوب ده هو بيعمل له حماية، وهم أدرى بالقصة ديت. بعد اللبن السرسوب بيخلوه يرضع من أمه، وبعد كده بيحطوا له اللبن في سطل بيعودوه، بعد كده بيحطوا له علايق تتناسب مع المعدة بتاعة الحيوان، وإلا لو جاب له أعلاف خضراء وأعلاف جافة من التبن وحاجات من ديت وأكلها له في الأول هيموت، لأن الصور بتاعت الاعلاف نفسها مش ما لا تتماشى مع معده الحيوان الا ما يزال ده هو وديع يعني. تمام؟ بعد كده حتى الانسان برضو بيبدا الطفل يتولد، بعد كده بيرضعوه، بعد كده في الست شهور، بعد ست شهور بطاطسايا صفر بيضه حاجات من ده كلها كسماد كتغذيه بادئه يعني. طب النبات برضو نفس القصه، احنا ليه هنشز عن القاعده؟ فعندنا مصطلح الستارتر فيرتلايزرز او الاسمده البادئه، وديت بنستخدمها يا جماعه مع الحاجات اللي بتتزرع في الصوب او بتتزرع في الزراعات المحميه اللي بره. ميعادها امتى؟ تمام؟ يعني هي تنفع للخيار، للطماطم، للفلفل، للباذنجان، تنفع لكل للفاصوليا اللي بتتزرع برضو ان كان جوه ولا بره بتتنفع. وبيزاد الاهميه بتاعتها يا جماعه لما بنكون بنروي ري بالتنقيط او الري الحديث ده هو. طيب الميعاد بتاع وضع الاسمده اسمده البديئه ده بيكون امتى؟ الميعاد بتاعها يا جماعه بيكون لما بزرع بذور عند خروج الورقه الثالثه والرابعه حقيقيه، الورقه الثالثه والرابعه حقيقيه. طيب لو انا شتلت يبقى تاني يوم للشتل، لان انا بشتل في الطلوع برضو 2-3 ورقات حقيقيه، ف برضو نفس القصة تاني يوم على طول ببدأ أضخ السماد البادي. طيب ده الوقت بتاعها. تمام؟ قال لك شرط ايه هو؟ قال لك من ضمن الشروط قبل ما تحط السماد البادي لازم يكون في عندك نسبة رطوبة 60-70%، الأرض فيها رطوبة 60-70%، ده شرط مقيد ليك. تمام؟ وإلا هيؤدي لنتائج عكسية، نتيجة ان هو هيحرق لي الجذور بتاعه النبات، ومعروف احنا لا بنرش النبات وهو عطشان ولا حتى بنروي النبات وقت الظاهره وهو عطشان، لابد يكون الري، حتى الري يكون بالليل او يكون الصبح بدري، بحيث ان الارض بتاعتي تكون رطبه وبتكون ساقعه، ما يعملليش مشاكل او اثاره للفطريات اللي في التربه، او ان الجدر ما يستحملش اللطشه بتاعه الميه وهي نازله عليه في الحراره العاليه. تمام؟ طيب ايه هو السماد البادي؟ السماد البادي قال لك هو سماد بيشترط فيه ان هو يكون الفوسفور هو العنصر الاساسي في السماد ده هو. الفوسفور هو العنصر الاساسي في السماد ده هو. طب ليه الفوسفور بالذات؟ قال لك لان الفوسفور
النبات لو عمره 100 يوم، النبات لو عمره 100 يوم، طيب لو عمر النبات 100 يوم، ال 25 يوم الأولى من عمر النبات بيمتص فيهم 50% من احتياجاته للفسفور، بيمتص 50% من احتياجاته للفسفور في ربع الأول من فترة حياة نمو النبات، تمام؟ وضحت؟ لو النبات مثلا 120 يوم وليكن زي نبات الطماطم أو البطاطس، برضو بيمتص في ال 30 يوم الأولى بيمتص فيهم 50% من احتياجاته من الفسفور، تمام؟ ليه؟ لأن الفسفور عنصر بيدخل في مباشرة في تنشيط الخلايا الجذرية بطريقة أو بأخرى، ده ما يخصكش في حاجة، يخصنا إحنا كأكاديميين وما ندخلش في القصة دي كتيرة، ولكن بس يجب إن إحنا نعلم إن هو بيعمل على التطور بتاع الجذور بدرجة سريعة جدا جدا جدا. دي حاجة. الحاجة التانية اللي يوضح لك الكلام أكثر، إن أنا وأنا بوضع سمادي الأساس بحط كمية نص الفوسفور بحطه في التربة، إن كان بحطه بخلطه مع المادة العضوية اللي أنا حطه فيها، ماشي، بحط مثلا 250 قلنا ربع طن للفدان، ده لو كان، ده لو كان التركيب الفوسفور عندك أو نسبته 12%، دي لو كان 15% تزيد ل 300 كيلو لو كان تركيب الفوسفور عندك 12%. طيب لأن كمان الفوسفور يا جماعة من العناصر بطيئة الحركة في التربة، وبالتالي لازم أوفره للنبات في الأعمار الأولى من حياته، تمام؟ لأن الجدر محدود والسعة الامتصاصية للجدر محدودة، فلازم يكون الغذاء بتاعه موجود وخصوصا عنصر الفوسفور، تمام؟ يبقى قلنا السماد البادي لازم يكون التركيب بتاعه الأساسي أو السماد الأساسي فيه بيكون حمض فسفوريك أو فوسفور، تمام؟ هتجيب بقى الفوسفور من حمض، لازم يكون حمض فسفوريك. ليه؟ عشان يكون شق حامضي، وبالتالي بتلاقيه جاهز لامتصاص النبات، تمام؟ يبقى لازم يكون فيه الفوسفور. طب السؤال البديهي، واحد هيقول لي طب ما انا حاطط فوسفور كتير، انت ليه بتحط لي اسمده بادئه وبتقول لي فوسفور، ده ما احنا حاطين 300 كيلو اساسا تحت. هقول لك بس خد بال حضرتك من حاجه، ان انا لما قلت لك حط الفوسفور واخلطه مع الماده العضويه، قلت لك ضيف عليهم 15 سم ما بين الجدر، تمام، وما بين فوقه حط 15 سم عشان لما تزرع ما يحصلش حرق للجذور بتاعتك دهيت. طيب النبات على ما يوصل للفسفور اللي تحت لازم نشجعه بحاجة، الحاجة دي هي السماد البادئ، والسماد البادئ يشترط فيه ان هو يكون الفسفور بتاعه هو اعلى حاجة فيه، يعني الفسفور يوازي 3 أضعاف النيتروجين والبوتاسيوم اللي هم حطناهم فيه، بمعنى لو قلت تركيبه هيقول 5 15 5، يعني 5 نيتروجين 15 فسفور، هنقول 5 بوتاسيوم. ولذلك لما احط يا جماعه في السماد البادي ده هو، هقول الفدان، الفدان ليه قد ايه؟ الفدان ليه 1000 لتر، 1000 لتر في الاوبن فيلد في الحقل ده تنقيط. قال لك تعملهم ازاي؟ تجيب 1000 لتر ميه، تمام؟ وتدوب فيهم 2.1 كيلو جرام هيوميك اسيد، تمام؟ هيوميك اسيد، تمام، بودر محترم من صنف محترم وليكن الماني مثلا، وهعرضه لك في الصوره، تمام. 1 كيلو على 1000 هيوميك اسيد، بنحط 4.5 كيلو حمض فسفوريك، بنحط 2 كيلو سلفات امونيوم او امونيوم سلفيت، ولازم امونيوم سلفيت. ليه؟ لان الامونيوم سلفيت حامضي. ليه؟ لان التاثير بتاعه او الاثر بتاعه حامضي، تمام. ليه؟ لانه عليه كبريت، فبحطه حامضي. ليه بحطه حامضي؟ عشان يجعل البيئه اللي جنب النبات حامضيه، وبالتالي هيسر عناصر كتيره حتى من اللي موجوده في التربه حتى من غير السماد البادي، تمام. وهحط كيلو، 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم، تمام. يبقى احنا عندنا هنحط 2.5 كيلو سلفات امونيوم او سلفات نشادر، سميها زي ما ال 20.6 تمام، او ال 20% و24% كبريت، تمام. وهنحط 1 كيلو جرام عليها هيوميك اسيد،
و4.5 كيلو جرام، كيلو جرام مش لتر، ان في فرق بين في الكثافات بتاعه الحمض الفسفوريك. 4 كيلو ونص حمض فسفوريك او 4 كيلو، وبنحط عليهم 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. بنعمل دول، بنخلطهم كويس وبنحطهم في موتور رش وبنبدا نحقن بيهم النبات، او الافضل نحطهم في السماده بس بسحبهم بسرعه سريعه جدا جدا جدا. طب ليه الهيوميك؟ الهيوميك يا جماعه، اولا الهيوميك من الحاجات اللي هي بتعمل على تجميع حبيبات التربه اللي هي بتبقى متفرقه دي، بتعمل على تجميعها، وبالتالي في الاراضي التقيله او الاراضي اللي هي الصرف بتاعها سيء ممكن تعمل لي تفتح لي المسام بتاعه التربه، نتيجه ان هو بيعمل تجمعات ثابته، تجمعات التربه الثابته اللي بيسموها اجريجيت ستابيليتي، ده بيعمل على التجميع بتاعها، ولذلك هو بيعمل عكس الصوديوم، لان الصوديوم هنا في علم الاراضي بنسموه شيطان التربه، الشيطان اللي هو بيفرق الاخين، كذلك هو الصوديوم كده بيفرق ما بين حبيبات التربه. طب لما يفرق حبيبات التربه ايه اللي يحصل يا عمي؟ اه، ما هو لما يفرق حبيبات التربه اصبح عندي الحبيبات المتناهيه الصغر دي بتسد المسام بتاعه التربه، انها اصبحت في صوره مفرده مش في جماعات، وبالتالي سدت لي المسام بتاعه التربه زي ما بتشوف في الاراضي القلويه واللي هي الصوديه اللي بينفرد فيها عنصر الصوديوم، ودي طبعا ما بتتعالجش الا بالصرف، لان الصرف بتاعها بيكون سيء جدا جدا جدا، فالصوديوم بيشتغل في اتجاه والهيوميك اسيد بيشتغل له في الاتجاه الثاني، فالهيوميك اسيد بيظبط لي الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه او الطبيعيه بتاعه التربه بتاعتي، فبالتالي مهم جدا 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 الهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد برضه يا جماعه اللون بتاعه بني داكن، فبالتالي لما بيضاف للارض فبيكسب الارض اشعه شمس زياده، لان كل ما كان اللون اسود او غامق كل ما بيمتص اشعه الشمس، وخصوصا في فصل الشتاء. الهيوميك بالاضافه اللي هو فيه عناصر غذائيه، الا ان هو بيسر لي كتير من العناصر الغذائيه، واولها عنصر الفسفور والنحاس والزنك والمنجنيز، ده رقم واحد في التيسير بتاعهم، فعشان كده احنا بنحط الهيوميك اسيد. تمام، دي كانت قصة الأسمدة البديئة اللي ما فيش غنى عنها، وأنا والله يعني بلاقي ما شاء الله بعد يوم، بعد يومين أو 3 أيام من حقن الهيوميك أسيد أو الأسمدة البديئة دهيت، بلاقي الدنيا ابتدت تحلو جدا جدا جدا، والنبات فيه تطور بيفرق يوم عن التاني بصورة سريعة جدا جدا جدا. فدي كانت قصة الأسمدة البديئة، وأنا بنصح أي واحد بصراحة إن هو يبدأ بيها، وهشرحها لك كتابة على الفيديو، بحيث إن عند الكتابة ما تيجي ممكن حضرتك توقف الفيديو وتنقل منه الكلام ده كلته، وهوريكم برضو الدنيا عندنا هنا عاملة إزاي. أهوت الخيار ده، هو مزروع من يومين أو 3 أيام، 3 يوم النهاردة، امبارح حقنته الهيوميك اسيد مع الاسمده البديئه دهيت، ما شاء الله انا شايف فيه تطور كويس جدا، هو طبعا كانت شطله بسيطه جدا، ابتدت دهيت ابتدت تطلع الورقه التالته اهي، وابتدى يحصل فيه تطور كويس، اللون بتاع النبات نفسه مش وحش، كويس جدا في كله، يعني ما فيش غياب الحمد لله، ولا فيش شتلات ساقطه، نتيجة انك انت بتحاول تظبط القصة دي. ياريت ياريت يا جماعة بعد الشتل واستقرار الشتل والدنيا بقت كويسة عندك كده، شايف النبات ما شاء الله كويس، هو الأسمدة البديئة واخدها امبارح، شايف يعني حال كويس جدا جدا جدا، انا مصوم النهارده، بس يا ريت بعد استقرار الشتل خد المعلومه دي معاك، شايف الاله دي شايفها؟ مش اله ولا حاجه، هي حاجه بسيطه وفكره بسيطه جدا بس مفعولها السحري، شايف دي حته ماسوره فايضه من الصوبه، عاملين لها سلكه النينيا ولحمه اهوت وهون وتاني بس. طب دي بنعمل بيها ايه؟ اه
ديت بخربش بيها، ديت يا جماعة بخربش بيها، شايف؟ بدل ما تخربش بإيديك وإيدك تتعور أو يحصل مشكل، أهوت ببدأ أخربش بيها بحيث و شايف الحاجات اللي جنب النبات ده، شايف البصمة بتاعت الصوابع بتاعت العمال أهي لسه زي ما هي. أنا أهوت بالراحة كده أهوت، يا ريت برضو ناخد دهيت معانا لأن النبات صغير متحملش فاس ولا حاجة، فالحاجة ديت محترمة وكويسة جدا 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 وليها المفعول السحري. لو أنا خربشت كده وصومت يوم بيبقى لها المفعول السحري يا جماعة، بجد والله مش هزار، بيبقى لها مفعول سحري. تمام اهوت النبات بتاعنا، هو التالت يوم والله يا جماعة، تالت يوم اهوت، التطور ما شاء الله كويس جدا جدا جدا. طبعا الشتلة احنا زارعين صغير خالص، لان الشتلة كل ما اتزرعت صغيرة كل ما كانت افضل، فبنصح حضرتك بالحاجات دهيت. ارجو يا جماعة بالله عليكم يعني الواتساب بيكون مفتوح على طول، لو حد عايز اي حاجة قلت لحضراتكم راسلني على الواتساب وبكتبه برضو كتير. ده الزرع بتاعنا حاجة يعني مفيش، ده الفيديو بتاعنا اللي بثناه النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتم، وشكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر. شايف الشكل جميل إزاي؟ نتمنى أنه كله يكون كده بإذن الله تعالى. الري بحكمة يا جماعة، الري بحكمة، الخيط بتاعك تنزله بالأول خالص. وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم خيار.